بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر ذي باب. بسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. أهلا بكم لنستأنف السير في الطريق إلى الله ونقرأ صفحة مضيئة من كتاب حلية الأولياء، وهذه الصفحة سوف تحدثنا كثيرا عن سيدنا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف سيرته وأخلاقه وأحواله ونتعلم منها وكيف نفهم التصوف من خلال سيرته، وأيضا في التأني الشديد في قراءة كتاب حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصفهاني. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مولانا أهلا بفضيلتك. مرحبا أستاذ حسن. أهلا وسهلا. نأتي إلى هذه الصفحة المضيئة من صفحات كتاب حلية الأولياء، تراه ماذا كتب وماذا قال في موجز أقواله ومختصر المعاني الذي يوردها صاحب الحلية في ضيف كل صفحة من صفحاته؟ ماذا قال عن سيدنا ثوبان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، صلى الله عليه وسلم. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الحلية: ومنهم القنع العفيف الوفي الظريف أبو عبد الله ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المضمون له بالكفالة والضمان، مولى رسول الرحمن المضمون له بالكفاية والضمان. حلول ساحة الجنان إذ ترك السؤال وإتيان السلطان. سيدنا ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بقى سيدنا ثوبان ده، هو ده الحب كله. صحيح. هو مولى رسول الله أولا، كان ثوبان يعني قد سبي من أراضي الحجاز واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه. النبي اشتراه وأعتقه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه علما عظيما، ويعني طال عمره واشتهر ذكره، لأن ده نزل في قرآن. يعني طال عمره واشتهر ذكره لأنه نعم نزل فيه قرآن. نعم. ليه حكاية بقى القرآن؟ إن كان سيدنا ثوبان ده كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب كله، يعني سيدنا النبي عنده هو الحب كله. صحيح. صح. ولا يصبر عنه أبدا، ما قدرش يصبر على البعد عنه. كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه. سيدنا ثوبان تغير لونه ونحل جسمه، هو جسمه نحل، جسمه نحل. يعرف في وجهه الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا ثوبان، ما بك يا ثوبان، ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من وجع ولا ضر، ما بي من ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك. لما بغيب عنك ما بشوفكش، فبيحصل لي اشتقت إليك. فالشوق ده بيبقى سقوط الصبر. نعم. الشوق، لا، الشوق حركة الروح للقاء الحبيب، فمش قادر، فبيحصل له الإيه؟ مش قادر أصبر برضه على البعاد. غير أني إذا لم أرك شفت الحب اشتقت إليك، واستوحشت وحشة شديدة. وبعدين حتى ألقاك، ومع ذلك برضو بعد ما يلقاه، يعني أنت عارف وحشني وأنت قصاد عيني وشغلني وأنت بعيد. ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك، لما بذكر الآخرة أخاف ألا أراك، لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين.
وإني إن دخلت الجنة كنت في درجة أو في منزلة أدنى من منزلتك فمش هشوفك، وإن لم أدخل الجنة فذلك أحرى ألا أراك. قضيته مش كمان إنه هيدخل النار، لا ده هو عايز يشوف، إن هو عذابه إنه مش هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فلو دخلت الجنة هبقى في منزلة أدنى من، هشوفك إزاي؟ وهو الذي ذاق حلاوة القرب. نعم. وإن دخلت النار فذلك أحرى ألا أراك. طب ما تبقى ده باب أبدا مش هنشوفك. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نزلت الآية قال له ما تشغلش بالك، انت هتطيع الله هتبقى مع الذين من ايه، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هتبقى في رفقة النبي دايما صلى الله عليه وسلم. وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال: المرء مع من أحب. قال في حديث آخر: فما فرحنا بحديث مثل هذا. ده أنس بن مالك، أنس راوي الحديث الآخر. فهنا إيه، سيدنا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو زي ما بقول لك هو فعلا إيه يعني، هو الحب. وشوف يعني يقول له إيه: لما بكون معاك يعني يعني وانا غايب بشتاق اليك، يحدث لي هذا، وانا معاك بتذكر ان انا هبقى ممكن لو انت هتبقى في الجنة في درجة درجتي، ربما لو ما دخلتش مش هشوفك. انت عارف كما شغل. قال كما قال شاعرهم: فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق. صحيح. فيبكي ان نأى شوقا اليهم ويبكي ان دنا خوف الفراق. يعني هو يعني الحب في الحالتين عذاب، مش الحب كله عذاب. لا ما هو يعني أمر عذاب وأحلى عذاب. صحيح. عشان كده هو قال له إيه: وإن وجد الهوى حلو المذاق. فيبكي إن نأى، إن كان بعيد فيبكي إن نأى شوقا إليهم ويبكي إن دنا خوف الفراق. في الحالتين مشغول، في الحالتين متألم، وده أحلى عذاب. لذلك فاعتيادي على الغياب صعب، والاعتياد على الحضور أصعب. أيوة. فده يعني سيدنا ثوبان رضي الله عنه. وبعدين وصف قال لك: ومنهم القنع العفيف. القنع عنده قناعة يعني. نعم. في القناعة لغة قالوا أصل كلمة القناعة جاية من القناع، وده غطاء الرأس، فقنع أي لبس القناع ساترا لفقره. لبس القناع لما يتقنع يلبس قناع. الله. أي لبس القناع، القناعة دي جاية منين؟ من لبس القناع. الله. لبس القناع ساترا لفقره، وقنع أي رفع، في واحدة قنع وقنع بالفتح أي رفع قناع القناع كاشفا لفقره بالسؤال. قنع لبس القناع خلاص فستر فقره، فأصبح الكنز الذي لا يفنى. وقنع الكنز الذي لا يفنى. قنع رفع القناع وكشف عن نفسه الفقر بالسؤال. واصطلاحا القناعة هي الرضا. الله. الرضا بالقسم أو بالقسم. الرضا بالإيه؟ بالقسم. قسمي. اللي ربنا بالقسم اللي ربنا إيه أسمهوله يعني، بالقسم أو بالقسم. وقال الراغب: هو الاجتزاء باليسير. يعني الرضا باليسير يعني. الاجتزاء يجتزى يعني الرضا باليسير بما قسمه الله لي. الجاحظ يقول إن القناعة هي الاقتصار على ما سنح من العيش والرضا بما تسهل من المعاش. على اللي تقسم له هو برضو يعني الرضا بالقسم، يعني اللي تيسر له
ما صنع وما تيسر. راضي به. المناوي بيقول الاقتصار، القناعة هي الاقتصار على الكفاف، حد الكفاف. وقيل سكون الجأش عند عدم المألوفات. يعني ايه؟ يسكن رابط الجأش خلاص، الـ 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 الباطن بتاعه يثبت ويعني يربط وثابت ويسكن عند انعدام المألوفات، الحاجات اللي الناس متعودة عليها يعني العادات. يعني قال تعالى وأطعموا القانع والمعتر. طبعا بعضهم فرق بين القانع والمعتر. القانع اللي هو يعني اللي بيسأل، والمعتر اللي هو قالوا اللي ما بيسألش. وقالوا هم معناها واحد، القانع والمعتر اللي هو المتعفف، القانع الذي لا يسأل والمعتر نفس الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. الله. طوبى لمن هدي إلى الإسلام، إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع وقنع أو وقنع. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. أيوة. وبقيت الحديث طويل. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس. صحيح. ما هو ده الشكر. صحيح. ده هو مبسوط، ده هو قانع، ده هو راضي باللي ربنا باليسير اللي هو ده، هو بالنزال اليسير ده كتير. وده شكر العمل يا مولانا. نعم. وأعملوا آل داود شكرا. نعم. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال، هو النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي، شفت القناعة، ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. اتعرض عليه. جه ملك الجبال وقال له إن شئت في رواية تانية جعلت لك أحد أحدا ذهبا. أحدا ذهبا. قال لا يا ربي، ولكن أشبع يوما فأشكر ربي وأجوع يوما فأسأل ربي. الله الله. قال للملك حلاوة سؤال الله. ده انت تجد العزة في التذلل لله. تجد العزة والراحة في انك تتذلل اليه وتسأله. عشان كده العطاء من الخلق، تجد الذل في سؤال العبيد. ايوه هي دي. نعم. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. نعم. قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك. فهنا بيشعر، وحمدتك، بيشعر بالعزة في سؤال الله تعالى. أدي القناعة. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه، كان أعطاه يعني، قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة، أو إن هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذه اللي هو المال بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، الاستشراف فيه نوع من الطمع، يعني ده نفسه فيه استشراف، تطلع، لما ما تطلعش للحاجة تجي لك وانت ما استشرفتش نفسك إليها، لم تتطلع إليها نفسك، بورك له فيها. لكن لو جالك شيء وانت كنت متطلع إليه مستشرفه، ها، مستشرف هذا الشيء، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، زي اللي بياكل عمره ما بيشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى التي تستعطي. صحيح. احرص تكون ايدك دايما العالية، صاحبة عطاء مش صاحبة استعطاء. فسمي سيدنا حكيم، لانه كان النبي اداله في رواية تانية فاخذ،
فطلب تاني فداله، فطلب تالت فداله، جه قايل له الكلام ده. قال حكيم: شفت التربية؟ الكلام هنا تربية. إزاي يتحول باطن الإنسان؟ لما النبي قال له كده قال: يا حكيم، فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يعني عمر ما هطلب من حد حاجة بعدك لحد ما أسيب الدنيا. اتربى كده. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعرض عليه المال حقه في الفيء فيعرض ولا يأخذه. رباه سيدنا صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يعرض عليه فكان يأبى. فقال عمر رضي الله عنه: رحم الله حكيم بن حزام، لم يرزق حكيم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس حتى توفي، ما طلبش لحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتقل، ما طلبش من حد حاجة ورفض ياخد من حد حاجة لما قال له الكلمتين دول. ما أحلى أن أتحلى وأن أتربى في مدرسة سيدنا صلى الله عليه وسلم، والذي والتي تربى فيها هؤلاء الأكابر الأتقياء الأنقياء الأصفياء، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. يعني سيدنا ثوبان وقد ملك حب سيدنا على قلبها أو ملك قلبه بالكامل، فأصبح سيدنا بالنسبة لسيدنا ثوبان الحب كله كما أشار الدكتور محمد من شوية. طيب عايزين نرجع لهذه التربية، كيف تربى في مدرسة سيدنا فأصبح لا يسأل الناس شيئا بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف نأخذ هذا الطريق؟ كيف نتربى بهذه التربية؟ كيف نتحلى بها؟ نعم. يقول سيدنا أبو نعيم فيما رواه بسنده عن ظريف بن عيسى العنبري: حدثني، قال حدثني يوسف بن عبد الحميد قال: لقيت ثوبان فرأى علي ثيابا وخاتما، فقال: ما تصنع بهذه الثياب وبهذا الخاتم؟ إنما الخواتيم للملوك. قال: فما اتخذت بعده خاتما. قال: فحدثنا ثوبان إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله فذكر عليا وفاطمة وغيرهما. قال: قلت: يا نبي الله، أمن أهل البيت أنا؟ قال: نعم، ما تقم على باب سدة أو تأتي أميرا تسأله. أنت من مقام أهل البيت فما تروحش. حاجتين: لا تقم على باب سدة، السدة هنا طلب الإيه؟ الوزارة، طلب الإمارة، طلب المناصب، الرتبة يعني. السدة لأن ما فيش شرف يضاهي هذا الشرف اللي أنت الذي أنت فيه. وتأتي أميرا تسأله وتسأل أمير. أبدا. فهو لم يسأل عن عبد الرحمن بن يزيد عن معاوية رضي الله عنه، عن معاوية عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقبل لي واحدة تقبلت له الجنة. اللي هيتقبل مني واحدة دي بس خلاص أنا ضمنت له الجنة، تقبلت له الجنة. طب اسمح لي فضل الدكتور معنا أستاذ محمد على التليفون، ونعرف هذه الأمور المهمة جدا. أستاذ محمد أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ محمد. أنا ليا سؤالين كده. السؤال الأول إيه فندم؟ ما حدود طلب الحاجات من الخلق؟ ما حدود؟ بمعنى الإنسان قد يكون له حاجة في مصلحة حكومية أو حاجة أو له أموال عند شخص أو له
حاجة ما دين معنوي أو دين، فإزاي ما حدود طلب الحاجات من الخلق؟ حاضر، ده السؤال الأول. السؤال وده التاني إيه؟ السؤال الشق الثاني من السؤال، كيف يطلب الإنسان حاجته من البشر دون أن يذل نفسه؟ أيوة، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. دون أن يذل نفسه لأحد. حاضر يا فندم. نرجع يا فندم لل عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقبل لي واحدة تقبلت له بالجنة. اللي هيقبل حاجة واحدة مني دي بس يبقى أنا ضمنته بالجنة. قال ثوبان: أنا يا رسول الله. ده على طول، ده الطوع مهما كانت الصعوبة على طول. قال له: أنا يا رسول الله. ما عاوز يبقى رفيق سيدنا النبي. قال: لا تسأل أحدا شيئا، تسألش حد حاجة أبدا. قال: فلربما سقط الصوت لثوبان وهو على بعير فلا يسأل أحدا أن يناوله حتى ينزل إليه. يعني شملت أن حاجة تكون بسيطة جدا، شايفينها حاجة بسيطة، أن توبه لما يقع من على الرحيلة بتاعته الصوت، أو الصوت، الصوت الكرباج يعني يبقى هو على البعير بتاعه فوق، وقع منه الصوت في الأرض، ينزل يجيبه، يجيبه، ما يقولش حد، ما حد جنبيه هو وقع قدام حد، ما يقولش والنبي تناولني ده. لا، لا يسأل أحد أن يناوله تطبيقا للعهد. الله. وينزل هو يجيبه بنفسه. الله. وعن أبي العالية عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة. الله. في رواية تانية: مين يضمن لي أنه ما يسألش حد حاجة خالص وأنا أضمن له الجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. وعن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة، كانت شينا في وجهه يوم القيامة، حاجة تشينه كده في وجهه يوم القيامة. اللي يسأل حاجة هو مش محتاجها، غني عنها، فتيجي له يوم القيامة تجي له في وشه كده شينا في وجهه يوم القيامة. وعن أبي عامر عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يترك ذهبا ولا فضة إلا جعل الله له صفائح يكوى به من قدميه إلى ذقنه يوم القيامة. قال أبو عامر: فقال لي ثوبان: يا أبا عامر، إن كان لك شاة، إن كان لك شاة فكان في لبنها فضل، فاحذر فضل لبنها. يعني بوصيه، لأن أصل هو صاحب المقام ده، فبالتالي اللي ما بيسألش الناس فهو ما هو أصل القانع العفيف، هو مقتنع باللي عنده، اليسير القليل لحد الكفاف. زيادة على ذلك فبوصي سيدنا عامر، بقول له: لو عندك أنت شاه وفيها شوية لبن فاضلين فاحذر إنك أنت إيه الشوية اللي فاضلين دولت يفضلوا عندك. عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها. على قصعة الطعام. في رواية: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة على قصعتها. قالوا: من قلة بنا يومئذ. في الرواية الثانية قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا. وفي الرواية بيقول لك: قال: أنتم ذلك اليوم كثير كغثاء السيل، ولكن غثاء كغثاء السيل تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في ويجعل أو يجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ده بيخلي الواحد يعني ضعيف. ضعيف.
أوهن البيوت كأيه؟ لبيت العنكبوت. نعم. فدي تعلم. من شدة الضعف يعني. لو كانوا يعني. فهو هنا أنت مهتم بإيه؟ هو سيدنا ما بيسألش مش محتاج، مع القليل اليسير اللي هو عنده مش محتاج حاجة خالص ولا يسأل أحد. فلازم يوصي بقى، أنت مخلي فضلة لبن زيادة عندك من العنزة الشاه اللي عندك؟ إيه اللي مخلي الأمة يحدث لها ما يحدث؟ لأن التكالب على الدنيا، وإحنا أغنياء والحمد لله، بس ليس الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. عرض الدنيا الزائل. المجتمع الأمة فرد مكرر، إذا صلح الفرد صلح المجتمع وصلحت الأمة. لما يبقى الفرد نفسه غني الأمة كلها هتبقى غنية، مش هتتذل الأمة تاني. لكن الأمة بتضعف لأن الفرد ضعف، بقى فقير النفس مش غني النفس. ليه؟ لأنه ليس الغنى من كثرة العرض أو عن كثرة العرض. العرض يعني العرض الزائل، يعني اللي هي الحطام بتاع الدنيا اللي هو الإيه؟ الماديات. صحيح. ولكن الغنى غنى النفس، وعنه صلى الله عليه وسلم فيما معنى: ما طلعت شمس إلا وملكان يسمعان أهل الأرض إلى رب، هلموا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فإن ما كثر فإن ما قل وكفى, ما قل وكفى خير مما كثر وألهى, وألهى وما غربت شمس قط إلا وملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. وعن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا رضي الله عنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس، عفوا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يحبك الناس. عشان كده الشاعر بيقول ايه: ادرع الى الله لا تدرع الى الناس، واقنع بيأس فان العز في اليأس. الله. بيأس من الناس يعني. ادرع. ادرع الى الله لا تدرع الى الناس، واقنع بيأس فان العز في اليأس. او في الياس. في اليأس يعني. في اليأس فيما عند الناس. فيما عند الناس يعني. ايوه. انت عبد فيما أنت فيه طامع. أيوة. وأنت حر مما أنت عنه آيس. نعم. معالي أستاذ محمد، معليش مولانا أستاذ محمد، أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت كل عام وسلام بخير. وأنت بألف صحة وسلامة وكل سادة المشاهدين يا فندم، اتفضل. أنا كنت ماشي في الطريق مع نفسي. كنت وما كانش لي شيخ. أيوة. ثم إيه في بعد كده وقعت، في اثنين مشايخ وقعوني في الطريق، فكل ما اروح عشان حد يساعدني ما فيش، فكنت كل ما اسال واحد يقول لي انا مش شيخك. فسالت لا اقل عن 30 واحد، كل اللي اساله بيقول لي انا مش شيخك. طب يا عم دلونا على الشيخ بتاعي، ما حدش بيدلني. هو الاجابه بس اللي واخدها. فارجو من الله سبحانه وتعالى انه فضيله الشيخ الدكتور محمد مهنا الاقي الاجابه دي عنده، لان انا ساله قال له روح له شخصيا، فهذا هو يقبل، هو انه ساعدنا لله ورسوله، ويقول لي اذا كان لي فعلا شيخ او شيخ مين او كذا لله ورسوله. طيب حضرتك لا يعني 15 واحد مشيت معاهم كل يقول لي لا، يقول لي مالكش شيخك ما اعرفوش. طيب مش عايز دلني على الشيخ بتاع مين او اروح لمين او يساعدني ازاي. طيب يعني اسمح لي يا صاحب الفضيله اني اطلب من حضرتك تسيب رقم تليفونك في الكنترول روم ويتواصل معك لاحقا مولانا الدكتور محمد مهنا بعد اذن فضيلتك. حاضر. يا ريت حضرتك تسيب رقم تليفونك في الكنترول روم. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد.
نرجع لهذه الضمانات لدخول الجنة التي أعطاها لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه. ما هو سيدنا سالم، سيدنا ثوبان طالما متحقق بهذا لا يسأل أحد شيئا، فإذا هو مكتفي وباليسير القليل اللي عنده وراضي بيه وسعيد بيه، فبكل بينقل لنا الحال بتاعه من خلال الروايات دي. فسيدنا ثوبان يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير نسير ونحن معه، إذ قال المهاجرون: لو نعلم أي المال خيرا إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزل. الآيات اللي نزلت في الذهب والفضة: الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله. فقالوا لما نزل كده، فقالوا طب بعدين ما إيه، طيب لما يعني بدأ من الذهب والفضة كده، طيب احنا بقى لو نعلم أي المال خيرا، طالما بقى ده الذهب والفضة، ما إيه المال اللي ممكن اللي هو هيبقى كويس يعني عشان فقال عمر رضي الله عنه: إن شئتم سألت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا: أجل، نعم، السر فين؟ نسأله. طب اسأل. فانطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعته. سيدنا إيه ثوبان عاوز يعرف، اتبع سيدنا عمر. أوضع على قعود لي، يعني على بعير له، فقال: يا رسول الله، سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم: إن المهاجرين لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: لو علمنا الآن أي المال خير إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزل. فقال، شوف المال بقى الكويس إيه: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا، أدي خير متاع الدنيا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على إيمانه. أدي خير متاع الدنيا، يعني الماله، يعني خير متاع الدنيا ما ذكر الآن. وسنأتي أو سنعود بعد الفاصل لنفصل ونفسر أكثر وأكثر، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. مولانا، يعني أن يتخذ المسلم لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا وزوجة تعينه على إيمانه، على إيمانه، هذا هو خير متاع الدنيا. اسمح لي أطرح لفضيلتك تساؤلات السادة اللي اتصلوا بنا، وأشكرهم على الاتصال، وأشكر السادة كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ما حدود، الأستاذ محمد بيقول، ما حدود طلب الحاجات من الخلق، حاجات الموجودة ليا أنا، ليا هو كما يشير، ليا حاجة مصلحة عند حد بموجب العلاقات اليومية، ديله روتين، ليا فلوس عند حد، كيف أطلب حدود علاقة أو طلب الحاجات دي إزاي؟ هو طبعا دي خصوصية، يعني ما تكلم فيه سيدنا أبو نعيمة عن سيدنا ثوبان، ده صحابي جليل، صاحب مقام، أيوة، في أمر معين، خصوصية له هو، ولمن أراد أن يسير ويترقى في الطريق ويصل إلى هذا فيمكن أن ينتهج نفس المنهج. الأحكام تتفاوت بين التقوى، بين الفتوى والتقوى. أيوة. الفتوى دي الحد الأدنى، أيوة. التقوى ليس لها حدود، من أكثر من المباح أوشك أن يقع في المكروه، ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرام، ومن أكثر من الحرام أوشك أن يطمس على قلبه، والعياذ بالله. فإذا هو ده دايما يسعى إلى الأفضل، بيسعى إلى التقوى. هنا مثلا في الرواية الأولى هو بيقوله لما سيدنا ثوبان يعني شاف
هو يوسف بن عبد الحميد، قال لقيت ثوبان فرأى علي ثيابا وخاتما، لابس جلابية حلوة وخاتم، احنا لابسين خاتم. فبيقول له ما تصنع بهذه الثياب وبهذا الخاتم، انت ازاي تلبس خاتم يعني؟ انما الخواتيم للملوك، هو مقام سيدنا ثوبان كده، الخواتيم للملوك، انت ايه، انت مش انت عبد. فهو ايه قال فما اتخذت بعده خاتما، ما لبس خاتم بعد كده. طيب، طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس خاتما؟ ده كان بيلبس خاتم يختم به ويتختم به، يعني يلبسه وكان بيختم به في ذات الوقت. ده ثبت يعني في روايات كثيرة وعن سيدنا أنس، وده صحيح وفي البخاري ومسلم وغيره، وسمعته من مشايخنا اختتموا. نعم. فهو كان بيلبس خاتم ليه؟ لأنه بيشرع للأمة كلها. الله. لكن دي خصوصية اختص بها سيدنا ثوبان، سيدنا ثوبان، ومن اختص بها عن طريقه. هو بقى عاوز غصه بيقول له انت، هو ممكن يقول له خلاص ما يسألش عنه وهيفضل لابس الخاتم، لكن هو ده بيقول لمين، هو عارف بيقول لمين، صاحب المقام وصل لهذا المقام. فاذا يعني الانسان بيسعى على قدر حاجته، ولكن تبقى انت متيقن من شيء. ما هذا الشيء؟ إن الأمور تجري بمقادير. إن الأمور تجري بمقادير، تجري بمقادير. فاسأل الحاجة بعزة نفس. أيوة. ما كتب لك واص لك لا محالة، فلا تطلبوها بذلة وإنما اطلبوها بعزة الأنفس. فأنت إذن بتسأل الله وإن كان في شخص العبد. يعني اسأل ربك في الأول. في الحقيقة أنت صدق التوجه إلى الله. أنا صحيح بقول السيد حسن والله عفو. ممكن تعمل لي كذا، عفو، بس أنا في الحقيقة أسأل الله. أيوة. فإن كان الله قد أراد أن يعطيني فسوف ييسر ذلك للسيد حسن، وإن لم يرد الله ذلك فأنا مش هزعل من حسن ولا بتذلل للسيد حسن ولا بطلب منه حاجة، ربنا اللي ما أردش، يبقى حسن هنا ملوش وجود. صحيح. ومع ذلك إن أعطاني لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أيوة. أو لم يشكر الله من لم يشكر الناس، يبقى صحيح. لازم أشكر الإيه؟ صحيح، السيد حسن. أشكر الله في صور الخلق، في صور الخلق. أيوة، أشكر الحق في صور الخلق. فأدي الحدود. يبقى أنا أسأل لحد فين؟ دايما أسأل الضروري اللي أنا محتاج إليه، غير ذلك لا. أسأل الضروري فيما زاد عن الضرورة، والضروري الإيه اللي يعني الملح الذي يتوقف عليه ربما هلاك الإنسان، ده إذا كان عاوز يسلك ويكون صاحب مقام. يعني لا أسأل إلا الضروري الذي يتوقف عليه هلاك الإنسان، فيما عدا ذلك لا أسأل. طب اسمح لي مولانا، عشان كده في الحديث الآخر بيروي ثوبان بيقول إيه، إن من سأل حاجة هو في غنى عنها أتت في وجه يوم القيامة شينا في وجهه، شيء يشيله كده. ناخد بالنا من النقطة دي، من سأل حاجة هو في غنى، عنها مش محتاج لها، جاء يوم القيامة وفي وجه شينا. يعني حاجة مشينة كده. طب اسمح لي مولانا، تعلمنا في الطريق ومن وهو بيسأل ودي حدود سؤال الجزء الأول، ولكن في نقطة برضو عايز أسأل في حدود، يعني تعلمنا نحن لا نطلب ولا نرد. نعم. في إطار هذا المعنى يعني أفهم يعني إيه نحن لا نطلب ولا نرد، في أداب الطريق ونحن نسير في الطريق. نعم. تعلمنا من مشايخنا. نعم. هذا المعنى الجميل، أن المريد الحقيقي هو بالله تعالى، لا بنفسه ولا بالأسباب ولا بالناس، هو بالله تعالى. فطالما هو بالله ومعلق بالله، زي الفقراء الصحابة اللي هم أهل الصفة، إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يطعمهم وفتح على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الطعام قدمه إليهم فطعموا وحمدوا الله، وإلا إن لم يفتح الله بشيء فهم على صبرهم لا يسألون الناس إلحافا، ما بياخدش من البشر ومستني لما ربنا اللي يديله مباشرة. فإذا المريد الحقيقي لا يسأل إلا الله
ولا يطلب إلا من الله، ومعلق بالله لا بالأسباب ولا بالناس. فإن هو لا يطلب، لكن إن أعطي لا يرد. ليه؟ لأن أصل اللي بيديله ربنا، خليك مؤدب. أيوة، أنت ما طلبتش بس إيه؟ جاءه الرزق. طالما جاءك ذلك تعرف، تعلم أنه من الله. أيوة، فهو أدب، لأنه هو يتعامل مع الحق، فهو لا يسأل الناس. فإذا أعطاه الله فوالله لا يرد، فلا يرد. خليك مؤدب. رزق سقه الله إليك. نعم. طيب، نعم. هو في سؤاله الثاني بقى بيقول بشكل عام، كيف أطلب الحاجات بعزة مش بذلة؟ كيف أبتعد عن فكرة أني أكون ذليل لحد؟ أن يفرق بين ظاهره وباطنه. النية، القلب، أنا نيتي فين وأنا بتصرف؟ أنا دلوقتي مفروض هسأل السيد حسن في حاجة معينة، لازم أتوجه لله تعالى في صورة مين؟ العبد، من العبيد. إذا أكون مستحضر النية أنني أسأل الله باطنا، وفي الظاهر أخذا بالأسباب والحكمة، لأن الحكمة، لأن الأسباب دي حكمة، والحكمة من اسمه الحكيم. والنية والغيب ده قدرة، والقدرة من اسمه القادر. فأنا في القدرة أو بالغيب معلق بالقدرة، فأستحضر أنني أسأل الله في غيب الإنسان، في نيته، في قلبه، في باطنه، أنا بسأل الله. وفي ظاهري أنا بأخذ بالأسباب التي سنها الله، فأقول لو سمحت أنت يا سيد حسن، أنت متميز في الحكاية دي، ساعدني فيها، أو أنت يمكنك هذا أنك تساعدني فيه، أو لو سمحت اعمل كذا أو كذا أو كذا، أرجوك. زي ما بنطلب الأسباب، وكما قلنا الأسباب من اسمه الحكيم، والنية من اسمه القادر، وليس اسمه الحكيم بأولى من اسمه القادر، ولا اسمه القادر بأولى من اسمه الحكيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. مولانا وليد رحمة الله عليه كان يعلمني، إذا سرت للناس فتذكر دعاء الحسن البصري: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا منك. نعم. وأنت، ومن الأمل إلا فيك. صحيح. ومن التوكل إلا عليك. نعم. ومن التفويض إلا لك. نعم. ومن الاستغفار إلا منك. صحيح. نعم. سأذهب إلى الناس، أذهب، بس أنت بتطلب منه. أيوة. وما تزعلش من الناس إلا منك، ولا تعتمد على الناس، ولا تتذلل للناس. أنت أصلا بتطلب منه، يبقى أنت هتتذلل للناس دي. يعني أحيانا الواحد يقعد يطلب من ده ومن ده لله حاجات معينة مثلا ولا كذا، فيعني هو أنت مش مكسوف؟ لا. ليه؟ لأن أنا بسأل الله. أيوة. مش العبيد. أيوة. بس فإن كان الله قد أراد ستقضى الحوائج، وإن لم يرد تقضى الحوائج في عدم، في المنع. أيوة. المنع من الحق إحسان. أيوة. ها؟ خلي بالك، اوعى تفتكر انها ما قضتش، ده قضيت. أيوة. لانك طلبتها منه. الله. بس لذلك سيدنا ابو الحسن الشاذلي بيقول: اسعى في قضاء حوائج الناس، قضيت ام لم تقضى. بالضبط. فليس الرضا الذي يستوجبه عدم قضائها باولى من الشكر الذي يستوجبه قضاؤها. بالضبط كده، عشان نبقى فاهمين. أيوة. هذه المعاني. بالضبط. طيب. رضي الله عنه. نعم. الاستاذ محمد في سؤاله الثاني بيقول: سرت في الطريق من نفسي كده. ده واحد تاني. ده سؤال محمد تاني. اخر محمد، استاذ محمد في سؤاله عن بحثي عن الشيخ. نعم. وذهب لكثيرين، كل واحد يقول له: لا انا مش شيخك. يعني ما فيش حد دله على شيخه. فيعني بركه ان اتبع شيخي في الطريق، او ان اسير خلف شيخي في الطريق. هو يعني بقول حسب ما سمعت 13 واحد يروح لهم يعني مش شيخك. فيعني لا تجتمع أمتي على باطل. فيعني هم بيقولوا مش شيخك ليه؟ فطبعا ما قال ليش السبب ان هم قالوا له مش شيخك. مفيش عايز اقول مش شيخك كده بال يعني بدون سبب، يعني لابد ان هناك اسباب يعني. لكن عموما الانسان في اتباعه هو بيتبع الله سبحانه وتعالى، وليس شيخك، ليس شيخك من واجهك بمقاله، إنما شيخك من نهض بك حاله. أيوة. فشيخك اللي هو مع ربنا، المقيم لشرع الله، المطبق للسنة النبوية، المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم
أقوالا وأفعالا وأحوالا. فده هو ده الشيخ اللي هو إيه بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مش يقول لك، اللي بينهضك حاله إلى الله سبحانه وتعالى. أو ليس شيخك من واجهتك عبارته، إنما شيخك من سرت فيك إشارته. الله، شيخك الذي أدبك بأخلاقه وهذبك بإطراقه وأنار باطنك بإشراقه. سيدنا الشيخ محي الدين ابن العربي قال: وكانت النملة شيخي في يوم من الأيام. النملة ميزاب الكعبة ده في حاجة معينة كانت لها إشارة، في إشارة بقت له شيخ. أنا أفهم من أصحابه إيه اللي ممكن هو كيف يكون شيخ. فالقضية إن إيه كيف تكون أنت مريدا سوف يرزقك الله بالشيخ، أو كيف يصدق الإنسان في طلب الشيخ فسوف يرزقه الله بالإيه بال يعني كيف يصدق الإنسان في طلب الله في طلب الحق يرزقه سبحانه وتعالى بالشيخ الذي يدله على الحق، فالله أكرم بنا منا. لذلك علمنا شيوخنا: اللهم دلني، هذا الدعاء، اللهم دلني على من يدلني عليك. مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. مولانا الأستاذ الدكتور محمد مهنا الأستاذ بكلية الشريعة والقلوب بجامعة الأزهر، انتهى وقت الحلقة، ولكن الوقت في الطريق إلى الله لا ينتهي أبدا، فشكر الله لك دائما هذا الحضور وهذا السير. بارك الله فيك سيدي. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.